بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله سوف ندخل على الوحدة الثالثة لمقرر الاجتماعيات الصف الأول ثانوي. سوف نتعرف في هذا تعرفنا في الوحدة السابقة عن قضية فلسطين ودعم المملكة العربية السعودية لهذه القضية واهتمامها بقضية فلسطين. اليوم بإذن الله سوف نتعرف على العالم العربي بالنسبة للموقع الموقع والجغرافيا. مفهوم العالم العربي يقصد به العالم هي تلك المساحة من الأراضي التي تقع في جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا، في جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا زي ما احنا شايفين في الخريطة، هنا تقع في شمال غرب آسيا وفي الجهة الشمالية من قارة إفريقيا، ويدين معظم سكانها بدين الإسلام ويتكلمون اللغة العربية، وتنتظم دوله في جامعة الدول العربية. هذا بالنسبة لتعريف أو مصطلح العالم العربي. بالنسبة لموقع العالم العربي، يصل عالمنا العربي بين ثلاث قارات: آسيا وأوروبا وإفريقيا، ويطل على وهو في نطاق جغرافي متصل زي ما احنا شايفين اللون هذا الأصفر أو الأورنج، متصل لا يفصل بينه أي شيء، وهو يطل على بحار، مجموعة من البحار مثل البحر المتوسط، عفوا البحر الأحمر هنا والخليج العربي وبحر العرب والخليج وبحر خليج عمان، أيضا هناك مضائق بحرية تربط في هذا العالم، زي عندي مضيق باب المندب هنا، مضيق هرمز هنا، وقناة السويس، وأيضا مضيق جبل طارق. ما المقصود بالمضائق البحرية؟ هي ممرات مائية ضيقة تربط بين المسطحات المائية المختلفة. النقطة التالية هي حدود العالم العربي. يمتد العالم العربي من المحيط الأطلسي غربا هنا حتى الخليج العربي شرقا لأكثر من 6000 كيلو متر مربع، ومن شمال سوريا هنا حتى أقصى الصومال إلى أقصى جنوب الصومال لأكثر من 5000 كيلو متر، إضافة إلى جزر القمر في المحيط الهندي. ماذا نلاحظ عندما نتتبع حدود العالم العربي؟ عندما نتتبع حدود العالم العربي ننظر أنها واضحة المعالم، لأن أغلبها يتوافق مع ظواهر طبيعية كالجبال هنا، جبال المرتفعات الغربية وجبال أطلس، أيضا هنا عندي جبال الشام، وأيضا مجموعة من الهضاب كهضبة نجد وهضبة الشطوط، أيضا عندي البحار الموجودة في العالم العربي، إذن هي واضحة المعالم. مساحة العالم العربي تقدر ب 13 مليون و825 كيلو متر مربع، تتوزع على 22 وحدة سياسية، منها 29 في قارة آسيا، والعدد الأكبر 71% في قارة إفريقيا. إذن هذه بالنسبة للمساحة في العالم العربي. ننتقل إلى توزيع هذه المساحة ما بين قارة آسيا والدول العربية في آسيا والدول العربية في إفريقيا. نجد أن مجموع الدول العربية في آسيا 3,952,370 كيلو متر مربع، وفي الدول العربية في القارة الإفريقية وفي القسم الإفريقي 9,872,630 كيلو متر مربع. الأهمية الاستراتيجية لموقع العالم العربي، أولا أن العالم العربي يتوسط العالم ويمثل حلقة اتصال رئيسية تربط قارات العالم القديم الثلاث لآسيا وأوروبا وأفريقيا، أن فيه المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى كذلك، ولها منزلة في قلوب المسلمين جميعا من كل أنحاء العالم. يتحكم في المضائق والمعابر المائية التي تربط البحار بالمحيطات كقناة السويس ومضيق باب المندب ومضيق هرمز ومضيق جبل طارق. اكتشاف النفط في العالم العربي أدى إلى ازدياد أهميتها من الناحية الاقتصادية. أن امتداد العالم العربي من الشمال إلى الجنوب أدى إلى تنوع البيئات ووضوحها ووضوح معالمها. فإذا أضفنا الدعامات القوية الأخرى من الدين واللغة والتاريخ والأهداف المشتركة، فإننا بذلك قد حققنا التكامل في العالم العربي. إذن آخر نقطة هي عوامل ترابط العالم العربي، وهو الدين واللغة والتاريخ والتراث والأهداف المشتركة والمجتمع. إذا انتهى درسنا لهذا اليوم، تعرفنا فيه على المقصود بالعالم العربي وموقع العالم العربي وأيضا حدود العالم العربي، وتعرفنا أيضا على اللي هي مساحة العالم العربي والأهمية الاستراتيجية وعوامل ترابط العالم العربي.
نلتقي بمشيئة الله في الدرس القادم. شكرا لكم.